السلام عليكم. أنا هون نشرت شيخاني جميع أنواع الحجر المقصة الحمد لله. نشتغل أول شيء هون بالبلد، نشتغل البلد، عم نشتغل للشحن. الشحن طبعا يروح على الإمارات، يروح على قطر، على السعودية، يطلع لبرا يعني. وهون عم نشتغل للبلد، مش بيجي طلبات لعنا، عم نشتغل الحمد لله. في عنا حجر أول شيء بيجينا بنودة عفريني عم جيب أصفر، في أبيض، كافة أنواع يعني، في أسود بازيق عم يشتغل. طبعا هلا أغلب شغل ما كله أصفر. عم يشتغل أول مرحلة نروح على المشرحة، أول مرحلة، الثاني هي على الرباعة، بعدين يطلع على الجلي، جلاية الحمد لله اشترينا جلاية 30 والبضاعة إن شاء الله مرتبة يعني. بالنسبة للجلي عم يطلع في توب. وبعدين يطلع لبرا يعني محمد يروح على اسمه على الراعي عم يشتغل المنبت يطلع لبرا كمان. في عنا تصدير طبعا للقطر وللامارات وهي الشغلات. بالنسبة للرسم على الحجر بالنسبة للحجيرة عم يشتغل للبيتيرات والمبيتيرات والقباقير مثل ما نقولوا عم يشتغلوا عم يشتغل حجار عم يحفر على الرسمات كله يعني في قباقير في شبابيك ابواب كله عم يطلع. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أبو خالد، بشتغل مهنة الحفر الزرافي على الحجر، ولي 15 سنة بهالمهنة هاي. وبيجينا الزبون إيشو متطلباته، إيشو الزغرف اللي بده إياها، منقوم نحن برسم على الحجر وننحط على الحجر. باين في حجار من البيت، من هذيك البيت. مهنتي حجار أخذ دريش أضعيل إيش البيت عطية مجاهد يعني أموري يعني الحمد لله رب العالمين تمام. كيف طريق العمل والرسم الحجر؟ العمل كله فطرية فطرية يعني كلهم ناخذ نحن رموز صورة مهندس أو شيء نحن أويت نشتغل لحالنا مثلا إيش نطلب الزبون ناخذ منه فهمت علي شو؟ ناخذ نحن الصورة في الزبون ايش بده مثلا بنطلع له كل الرسمات وكل الجسم ونفرجيه منظور مثلا عندنا صور عندنا شيء نفرجيه منظور بنطلع له قراءات بنطلع له أبعاد بنطلع له جدول ايش بده